السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى أتم الصحة والعافية. إن شاء الله غنخدم معكم اليوم واحد مقتطف من امتحان تجريبي يتعلق بمادة الرياضيات وطبيعة الحال البكالوريا SVT وكذلك العلوم الفيزيائية. إذا يتعلق بالمتتاليات على بركة الله. دونك سوا U N la suite définie par U 0 égale 3 demi quel que soit N appartenant à N on vous donne U N plus 1. يعني عندنا واحد المتتالية اللي هي معرفة على الشكل التالي. السؤال الأول بين بأن U N أكبر من واحد مهما يكون N ينتمي إلى N. بطبيعة الحال هنا توضيح لك بمونطي با ريكورونس يعني بالترجع. إذا باش نبين هذا بالترجع غادي ناخذ واحد ان بما ان ان تنتمي الى ان ناخذ بالنسبه لان او من اجل ان يساوي صفر لدينا اي زيرو كم تساوي 3 دومي و 3 دومي بطبيعه الحال اصغر اكبر من واحد. اذا تنقول بان نفترض بان العلاقه هذه صحيحه بالنسبه لان ولنبين انها صحيحه بالنسبه لان بلس ان. اذا ما معنى صحيح بالنسبه لي ان بلس ان؟ يعني خصنا نبين بان اي ان بلس ان كذلك اكبر من واحد. باش نبين انا بان اي ان بلس ان اكبر من واحد يكفي ان ابين ان اي ان بلس ان موان زان اكبر من الصفر. اذا لدينا اي ان بلس ان موان زان هي 4 اي ان سور 3 بلس اي ان موان زان سادون 4 اي ان موان 3 موان اي ان سور ماذا؟ سور 3 plus un donc 4 un moins un il y a 3 un je mets 3 en facteur il y a après un moins 1 sur un plus 3 بما ان un افترضنا بانها اكبر من واحد يعني ان un moins 1 اكبر من الصفر وهذه اكبر من الصفر وبالتالي اذا un plus 1 اكبر من واحد. اذا احنا وضحناها بترجع. السؤال الموالي بين بأن ان فهي متتالية تناقصية وبين بأنها متقاربة يعني بين بأن ديكرواسونت وكذلك كونفيرجونت. إذن باش نبين بأنها متتالية تناقصية يكفي أن أبين ان بلس ان موان ان أصغر من الصفر. إذا عندنا ان بلس ان هي 4 ان سور 3 بلس ان موان ان سادون 4 ان moins 3 un moins un au carré sur ماذا 3 plus un يعني تساوي ماذا 4 moins un moins un دوكا تعديات هذه هي موان ماذا ندير un au carré دونك هي un في ماذا في un ندير مباشرة غتبقى عندنا 4 un moins 3 un هي plus un مع هذا الموان خاصني ندير هنا موان إلا عندنا plus دونك moins 1 دونك فوالا U n au carré voilà هي موان U n au carré 4 U n موان 3 U n هي شحال هي موان هي بلوس U n دونك فوالا بلوس U n سور 3 بلوس U n دونك U n قلنا أكبر من واحد U n أكبر من واحد. إذن هاد 3 بلوس U n تاهي أكبر من واحد دونك هادي كلها أكبر من واحد أكبر من صفر عفوا وبالتالي مع هاد الموان غتولي أصغر من الصفر. إذا غير باش ما نغلطوش هنايا نعاودو نكتبو هنا عندنا 4 U ان موان 3 U ان هي U ان موان U ان أو كاري هاي U ان موان U ان أو كاري دونك هاي موان U ان أو كاري موان U ان دونك هي بلوس U ان هي هاديك. إذا شنقولو هنا في عندنا الدالة إذا عفوا المتتالية فهي تناقصية. إذا عندنا U ان إن سويت دي كرواسونت إي majoré ou la minoré, il est bien minoré, minoré par quoi? Par 1, لأن un أكبر من واحد. Donc on dit dans ce cas بأن la suite un est convergente. هذا هو الجواب على السؤال. الآن غادي نحاولوا نكملوا بالنسبة سؤال ثلاثة. إذن السؤال ثلاثة قالك pour tout n appartenant à n on pose vn égal à un sur un moins 1 bien on montre que vn est géométrique de raison q 4 tiers puis exprimer vn en fonction de n.
إذن باش غادي نجاوبو على هذا السؤال هذا باش نبين بأن في ان إز جيومتريك خاص نقلب على في ان بلس ان. دونك في ان بلس ان هي يو ان بلس ان سور يو ان بلس ان موان زان. بالنسبة ليا أنا يو ان بلس ان هي ماذا؟ هي كاتر يو ان سور تروا بلس يو ان سور يو ان بلس ان اللي هي كاتر يو ان سور تروا بلس يو ان موان زان. دونك غتبقى عندي شناهي هنا؟ غتبقى عندي كاتر يو ان غادي نسامبليفي تروا بلس يو ان مع تروا بطبيعة الحال غتبقى عندي كاتر يو ان هنا غتبقى عندي هنا تروا يو ان موان زان. دونك تلاحظ بأن في ان بلس ان ما هي إلا كاتر تيار في ان، وبالتالي نقول بأن المتتالية فهي هندسية. هنا للتذكير باش تبين بأن في ان هندسية خاصك تبين بأن في ان يتقال في ان بلس ان خاصة تكون تساوي كو في ان. هذا للتذكير لكي أبين بأن متتالية هندسية خاصني نبين هذه العلاقة، وفعلا حنا لقينا العلاقة. إذا بالنسبة لنا حنا كو لا غيزون أساس ديالها شنو هو؟ هو كاتر تيار. إذا خاصني نقلب على في زيرو لأن قالك ديدوير في ان أون فونكسيون دو ان. إذا بالنسبة لي أنا خاصني نقلب جو دوا شيرشي القيمة ديال في زيرو. بالنسبة لي أنا في زيرو سي كوا؟ سي يو زيرو سور اي زيرو موان زان. إذا اي زيرو عندك هي تروا دومي سور تروا دومي موان زان. دونك تروا دومي سور ان دومي هي تروا، وبالتالي اكتب إذا في ان هي في زيرو ستادير هي تروا في كو، كو هي كاتر تيار أس ان. إذا الجواب في ان بدلالة ماذا؟ بدلالة ان. اون ديدوير او ان، إذا اون ديدوير او ان اش عندنا حنا؟ عندنا في ان تساوي ماذا؟ تساوي او ان سور او ان موان زان. بمعنى ان في ان في او ان موان زان تساوي او ان، او او ان الى عملت ب او ان اش غنصبها؟ او ان هي فاش مضروبه هنا؟ او ان مضروبه في في ان فوالا او ان في في ان، وندخل هنا غتولي عندنا هنا موان زان تساوي ماذا؟ تساوي موان في ان. وبالتالي وبالتالي استنتج هنا او ان. دونك او ان هي ماذا؟ هي في ان سور في ان موان زان. عندنا هنا او ان مضروبه في هنا ان موان في ان، عفوا هنا ان موان في ان، يو ان مضروبه في ان موان في ان تساوي موان في ان، وبالتالي يو ان هي في ان سور في ان موان زان. يعني ان يو ان ايكال تلاته في كاتر تيار اوس ان سور ماذا؟ سور تروا في كاتر تيار اوس ان موان زان. اذا غادي نحاول نقسم على كاتر تيار أوس أن باش قاعدي هنا تروا، قسم على كاتر تيار أن موان زان قسم على كاتر تيار أوس أن، يعني شناهي؟ هي تلاته على تلاته موان، هادي غتولي عندنا هي تروا كار أوس أن. فهم؟ إذا السؤال الموالي واخا مكتبتوش هنايا، ابحث وجد لا ليميت ديال أو أن عندما تؤول أن إلى بلس لانفيني. إذا تروا كار أصغر من واحد، إذا اللي غادي نديرو بشات هو صفر، بقى تروا على ثلاثة هي واحد. دونك لا ليميت دو أن عندما تؤول أن إلى بلس لانفيني هو واحد. السؤال الأخير قالك بوغ تو أن أبارتون أن أونبوز دوبل في أن إيكال في أن سوغ أن أو كاري. قالك بين أن دوبل في أن تساوي ثلاثة إكسبونسيال دو أن كاتر تيار موان دو أن دو. إذا هنا السؤال واش غنبدا بهذه ولا غنبدا بهذه؟ أحسن نبدا بهذه اللي ساهلة غنوصل لهذه. إذا لدينا غادي نشوف أنا دوبل في أن هي ثلاثة إكسبونسيال دو أن كاتر تيار موان دو ألان دو أن. هذه كيفاش غنقدر نكتبها؟ نقدر نكتبها هي ثلاثة ليكسبونونسيال دو ألان دو كاتر تيار أوس أن موان ألان دو أن أو كاري. إذا عندي هنا هي ماذا؟ هي ثلاثة
l'exponentielle. Ln de A moins ln de B, هي ln de A sur B, هي ln de A sur ماذا؟ sur B. يعني والإكسبونسيال دو ln هو x، إكسبونسيال دو ln دو x هو x، دونك غتبقى عندنا 3 4 تيار أوس ان سور ماذا؟ ان أو كاري. 3 4 تيار أوس ان هي في ان دونك سور ان أو كاري. غنكون هنا بينت النتيجة المطلوبة مني. ثم أخيرا قال لك ديدويغ لا ليميت دو دوبل في ان. إذا عندنا لا ليميت دو دوبل في ان عندما تؤول ان إلى بلوس لانفيني نقدر ندير هي لا ليميت عندما تؤول ان إلى بلوس لانفيني نقدر ندير ان نعمل بان ندير هنا ln دو 4 تيار هذه هنا غادي ندرس دابا غير هذه بوحدها عفوا ليميت دو ان خصني عفوا هذه ما غاديش انا غير لا ليميت غادي نحاول ما امكن غندرس انا غير لا ليميت ديال هذه دو ليكسبونونسييل غادي خصني نشوف اشنا هي هذه اولا ان 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 دو 4 تيار موان دو ان دو ان شنا هي هي نقدر نكتبها هي هذه اولا هي ان 4 تيار موان ماذا موان دو ان دو ان سور ان هذا يؤول الى ماذا الى الصفر اذا غتبقى عندي ماذا بلوس لانفيني اذا هنا ليكسبونونسييل دو بلوس لانفيني اذا ليميت دو دوبل في ان عندما تاول اكس هذا لقينا هو بلوس لانفيني ليكسبونسييل دو بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني فوا 3 هو بلوس لانفيني اذا لا ليميت دو دوبل في ان عندما تاول ان الى بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني عفوا اذا هذا هو التمرين او اجابه عن هذا التمرين المتعلق بالمتتاليات اتمنى ان تكونوا قد اتمنى انكم وفقتوا في تفسير هذا التمرين اذا الى حصه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.